صباح الورد، صباح الحب، صباح السعادة حبايب قلبي حلوين. إن شاء الله اليوم بنزل معاكم وصفة جنن لعشاق الشوكليت أو عشاق الكاكاو. بنزل معاكم وصفة كيكة الشوكولا الأسفنجية بطريقة روعة روعة، دمار شامل مع صوص الشوكليت وكريمة الشوكولا. هتعجبكم جدا، امشوا على طريقتي وخطواتي واحدة واحدة، هيطلع طعمها فعلا لذيذ. يلا بخليكم مع الوصفة، بس أول مرة شوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا لايك 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 واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم بإذن الله. يلا بخليكم مع الوصفة اللي فعلا تجنن طعم وشكل. يا حلوين عاملين ايه؟ يلا بقى عاوزه لايك 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 لايك، واذا كنت اول مره تشوفوا قناتي اتمنى تنزلوا تحت الفيديو تضغطوا على زرار الاحمر وتضغطوا على زرار فيه جرس عشان تفعلوا زر الجرس ويصلكم كل جديد. وقبل ده كله ما تنسوش بقى لايك 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 لايك. انا هعمل معاكم دلوقتي كيكه بشوكولاته تحفه، كل عشاق الشوكولاته هيعشقوها. انا هحتاج ايه؟ عندي كوبايه سكر، عندي كوبايه زيت، زيت طبعا قلت لكم قبل مره كذا مره هو الخفيف ده، عباد الشمس للكيكات، وده ده بدريها بالزبده، وعندي معلقه بيكنج باودر، وعندي معلقتين حليب باودر، وعندي فانيليا، وعندي 6 بيضات، وهنحتاج معلقتين كبار كاكاو خام، وده طبعا كذا مره اقول لكم احلى نوع كاكاو جميل جدا، وفي الهنز كمان تحفه، وعندي كمان مع كوبايه ونص طحين. انا على طول على الخلاط هشتغل، لو مش عايزه تشتغلي بالخلاط اشتغلي بالويسكر عادي مفيش اي مشكله. هنزل البيض، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل البيض بتاعي وهحط عليهم الفانيليا، اي نوع فانيليا عندك بتحبي تستعمليها سواء الباودر او السائله اللي يريحك، وعليهم السكر، وهنديهم ضربه الاول، احط الزيت. احلى كيكه بالدنيا، انا عندي ابني بيدمنها دي، وهحط كمان عبودي بيحبها عبودي، وهحط معلقتين ايه ده رحتوا فين انتوا، وهحط معلقتين حليب البودره، واحد اتنين معلقتين كبار حليب بودر كاكاو، تمام. هنضرب دول ضربه كده، عليهم بقى ايه معلقتين الكاكاو الخام او الكاكاو المر على حسب ما كل واحد بيسمي الكاكاو ايه، تمام. اهو واحد اتنين تلاتة، عشان دي صغيرة عشان دي معلقة صغننة، تمام. صغيرة حطي 4، كبيرة حطي 2 بس، 2 متروسين. يلا نديهم ضربة، بسم الله الرحمن الرحيم، شوفوا قوام الخليط الجميل. ويلي ويلي عليه، بصوا رهيب وريحته رهيبة يا بنات. عندي هنا بقى دلوقتي الطحين بتاعي، هحط عليه معلقتين بيكنج باودر واخلطها معايا. بصوا غطى كده، غطى واحد خلي، غطى واحد خلي. ودلوقتي هنبدأ ننزل بالطحين مع البيكنج باودر على الخليط السائل اللي احنا عملناه الكريمي، وهنبدأ نحرك لغاية ما تاخد قوام الكيكة الاوكي اللي كلكم عارفينه. بس حطيت دلوقتي حوالي ربع كوباية مية علشان افكك العجينة، او تبدليها بربع كوباية حليب سائل. بصوا الخليط بقى جميل جدا ازاي. هبدأ دلوقتي اجيب الصينية بتاعتي اللي هحط فيها الكيكة. انا حابة اعملها بشكل مدور، هعملها كده احطها في صينية مدورة. اذا انت حابة تعمليها بمربع على فكرة عادي جدا، وبتقصي نفس القصة اللي احنا هنعملها، خليكم معايا وتابعوا الخطوات. هدخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة، اول ما تستوي هنرجع مع بعض نشوف هنعمل ازاي. ودلوقتي تعالوا نعمل مع بعض الخليط. ودلوقتي بقى هنعمل الخليط بتاعها جميل جدا جدا جدا. عندي هنا كريم شانتيه واحد، العلالي، عايزة تحطي العلالي، عايزة تحطي دريم وير اللي هو ده النوع ده، حطي اي نوع تمام، بس برضو الكيكة دي بيبقى فيها ده تحفة تمام كده، بس اي كريم شانتيه عندك مفيش مشكلة. انا عندي هنا كريم شانتيه هفتحه هنا، وهحط عليه معلقتين كده قشطة كمر، وعندي كاكاو بودر النوع ده بيبقى تحفة فيها، او النوع ده اي نوع فيها، ومعلقة كده كبيرة جبن كيري، وحليب بارد اوي، ومعلقتين حليب بودرة. ده الخليط اللي انا هستعمله
هنا اهو، هحط كله هنا او في الخلاط زي ما انت عايزه. احط كريم شانتيه، طبعا انا الكيكه مش عاملاها كبيره قوي فهكتفي بظرف واحد، تمام اهو باكيت واحد كده. واحط الحليب المتلج بارد، دلوقتي هحط معلقتين الحليب الباودر، واحد اتنين تلاتة، ودلوقتي هحط ايه معلقتين القشطة او الجمر، الكيري معلقة كده كبيرة، شايفين كبيرة كده، ما عندكيش مع كيري سايلة حطي 4 مكعبات كيري. واخيرا هحط الايه الكاكاو، الكاكاو الخام او الكاكاو المر، تمام معلقتين كده حلوين. جمال رهيب، شايفين؟ عايزه بقى تعززي الشوكولاته اكتر، سيحي 2 جلاكسي الدارك مع شويه كريمه صغننه او شويه ميه وحطيها عليها عشان تديكي الغمقان قوي 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 وتخليها لك ايه بلمعه. بس بصوا جمالها، بصوا رهيبه رهيب. يلا بقى نجيب كيكتنا وارجع لكم عشان نشوف هنعملها ازاي. واو شايفين الجمال، بصوا كيكة، بصوا بصوا سبونج ازاي، كيكة سبونج تحفة اهي، ايدي اهي على الطرف قوي يعني نسيب بس بصوا عقلة كده اهي. الاسباتيولا هتحاولي ان انت تخلعيها هي سخنة، بس احنا عايزين نشتغل عليها وهي سخنة. تمام تمام تمام، شلنا ايه قلب حلو كده، هنركنه يعني هنا جنبها وابدأ ان انا اخد شوية احفر من الكيكة الجميلة دي اهي. عبدالله عبني عبة حلاليب، عايش نمشي خطوه خطوه. شايفين حفرناها ازاي؟ وخلينا بصوا قد العقله كده اهو، شايفين المنظر؟ بصوا رهيبه ازاي. هتجيب بقى حليب كاكاو الكيدي دي، بصوا اهي كده تسقيها حليب كاكاو كيدي دي، نار 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 نار. ما عندكيش كيدي دي اعملي انت معلقه حليب كاكاو شوكولاته وحطيها، تمام. وعلى الوش اللي احنا شلناه النص التاني اللي هو ده، بس هاخد منه شويه من القلب ده عشان هفتحتنا اهي، نفضيها كلها هنا اعتقد ان المنظر يتكلم. شايفين المنظر؟ هتبدأي بقى تاخدي الوش اللي انت شلتيه اهو وهتحطيه كده. طبعا ما شلناش كتير من الوش عشان عايزينها عاليه كده. حبيبة قلبي اوعي تشيلي كتير من على الوش، هتديكي نفس المنظر ده بالظبط، تمام. المشروم هتسقي منها لحد كده، نفس اللي بنشتريها من افخم
الاماكن احلى من اللي بتشتريها كمان من افخم الاماكن احلى. ومؤخرا هتجيب صوص الشوكولاته هتعمل كده بصي صوص الشوكولاته بقى انت عاملاه او الجاهز اي نوع صوص شوكولاته عندك. التلاجة لمدة ساعة بعد كده نبدأ نقطع أحلى كيكة بالشوكولاتة بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه رأيكوا بقى حبايبي؟ شايفين الجمال؟ الطعم بقى أروع وأروع وأروع، رهيبة رهيبة، اللي هيندم اللي مش هيجربها. يلا خليكم معايا لغاية ما نيجي نقطعها مع بعض. وديت الفتافيت الكيك اللي احنا فتفتناها خالص وزينا بيها من فوق مع صوص الشوكليت. يلا حبايبي بقى نقطعها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كان نفسي عبودي اللي يقطعها لان عبودي بيحب هو اللي يفتحها. الله على الجمال، الله على الجمال. ما اقولكمش قد ايه هي طريه وجميله، جميله لابعد الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا جمالها، لو شفتوا جمالها هتحتاروا تحتاروا تحتاروا. والبيض والسمر هيداروا يداروا. بركان 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 شوكليت. شايفين الجمال؟ تعالوا بقى بصوا اللي هنا دي، لو شفتوا جمالها هيحتاروا. والبيض والسمر هيداروا. بصوا الجمال، متخيلين انتوا الجمال؟ شايفين الفكرة بتاعتها وطريقتها رهيبة رهيبة. وكده خلصت حلقتي معاكم مع احلى كيكة شوكليت بالدنيا دي كلها. لو هتاخديها من افخم مكان مش هتكون بنفس الطعم والنكهة اللي انتي هتعمليها وتدوقيها وتعرفي قد ايه هي فظيعة وسهلة جدا. وكل يوم تقدر تعمليها لولادك، لو عندك مناسبة عيد ميلاد اي حاجة رايحة زوارة عند احد تقدرين تسويها وتاخديها معاكي. يلا ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك 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 وشير، وانتظروني مع احلى الكيكات الصيفية الباردة.